السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي معايا في هذه الحلقه تاع اليوم. هذه الحلقه اللي غنشارك معكم فيها واحد المكون رائع اللي عنده بزاف ديال المزايا، كيحيد لينا انتفاخات ديال البطن بالنسبه للاخوات والاخوه اللي عندهم مشكل ديال البومزوي او القولون العصبي، بالنسبه للاخوات اللي عندهم فقدان الشهيه، بالنسبه اللي داربوا البرد يعني الزكام. المهم فيه بزاف ديال الفوائد، تبعوا معايا اللي بغى يستافد من هذا الفيديو. بالنسبه قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم، نتمنى من الناس اللي كيزورونا لاول مره واللي حتى متبعينا اللي كيزورونا واللي كيتبعونا، نتمنى منهم يدعمونا ويشجعونا ويتسجلوا ويضغطوا على الزر باش يتوصلوا بالوصفات ديالنا او الحلقات ديال قناه جرب حكم اللي ولينا كندرجوا بشكل يومي من الطبيعه او في البيت. هذا ماشي امر، هذا فضلا منكم اخواتي اخواني. الا كنت فعلا كنا كنستحقوا انكم تدعمونا وتشجعونا، لماذا لا، جزاكم الله خير. بالنسبه للحلقه تاع اليوم، فانا مشيت يعني تقديت حديث النعناع. النعناع اللي كيتخوفوا منه بزاف ديال الناس، لان كيف ما كنعرفوا دابا كثرات المبيدات وكثرات بزاف تاع الناس ما كيشربوش. بالنسبه الى كانت عندكم شي نعناع غارسينو في البيت ديالكم وما فيش المبيدات وعارفين يعني المكون اللي غادي تاخذوا النعناع، عارفينه نقي، راه هو زوين 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 بزاف بزاف. كاين بزاف تاع الاخوات كيعانوا من انتفاخ ديال البطن، علاش ما ناخذش وريقات من النعناع ونخوي عليهم كاس تاع الماء سخون ونخليهم واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى يدفى داك النعناع ونشربوا. كيف ما كنعرفوا حنا كاملين، لا ما يعني النعناع ما كيخصش انني نشكروا لكم، كاع الناس كيعرفوا انه كيدخل صناعه ديال الطعام بحال المسكه راه معروفه. شكون ما كيعرفش المسكه تاع النعناع؟ شكون ما كيعرفش المسكه تاع فليو؟ هذا النعناع يعني النعناع الحرش اللي فيه دابا في هذا الموسم، هذا فيها الزهره هذه تاع الزهره، الا خصو انكم تحيدوها وتخويو عليها الماء طايب الماء سخون، تغسلوها بعدا مزيان وتسوسوها باش ما يكونش فيها دوك الاتربه ولا شي بعض الحشرات، ونديروا بها كاس تاع الشاي. بالنسبه الى كان بالنسبه لبعض الناس دابا حاليا كيتصابوا بالزكام يعني الرواح، عندهم ديك التحرزيزه في الحلق، راه النعناع راه جد رائع الى تشرب دافئ. يتشرب دافئ راه غادي تحسوا بالراحه فورا. والاخوات اللي عندهم مشكل ديال فقدان الشهيه، راه حتى هو الا خديتوه بين الوجبات راه رائع، راه كيخلصكم كيخلي ديك كيسهل لكم عمليه الامتصاص وكتحسوا بالجوع. هو كيستعمل تيذوب الشحمه، كي زوين زوين بزاف وكيفتح الشهيه في نفس الوقت. الاخوات اللي عندهم الشهيه تاعهم ما عندهم الشهيه، يمكن لهم يتبعوا غير شرب بعض من اوراق النعناع، راه غادي يعني يحسوا بتحسن كبير بالنسبه للشهيه وبالنسبه اللي كيعاني من اضطرابات ديال القولون العصبي. راه الا تبعتوا بعد شرب اخذ بعد اوراق النعناع، غادي نوريكم في اخر الفيديو كيفاش تحضروها، ساهل يعني كاع النساء كيعرفوا كيفاش يحضروا الشاي ديال النعناع غير بالنعناع فقط. واللي عندها العسل بغات تزيدوه يمكن لكم، اللي ما عندهاش يمكن لكم تشربوه هكاك. وحتى زوين للثه ديال الاسنان والرائحه ديال الفم، يعني فيه بزاف ديال المزايا. وكما قلنا دائما الحاجه ما خصناش نكثروا منها باش ما يعني باش ما تنقلبش الضد، يعني الحاجه ناخذوها في القياس ديالنا، نقدروا ناخذوا جوج كيسان في اليوم تاع الشاي ولا حتى ثلاثه ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا الا ما شربتش اتاي كيضرني راسي، هو كيحسن يعني كيحسن حتى الذاكره وكيخليك نشيط طوال اليوم. جربوه، راه النعناع راه معروف، ما نحتاجش مني انني نشكروا لكم، معروف. كاين بعض الناس كيف ما قلت لكم تخوفين لان كثرات هذيك المشاكل ديال المبيدات. حنا بالنسبه لينا حنا عندنا في يعني في العرسه كيف ما في الجنان كيف ما كنقولوا كنحيدوه من عندنا، عارفينه ما فيش مواد كيميائيه. بلا ما نطول عليكم، كيف ما قلت لكم هو زوين النزلات ديال البرد، زوين الاطفال اللي عندهم الغازات الانتفاخات، حتى الناس الكبار اللي عندكم انتفاخات راه يمكن لكم تاخذوا الشاي ديال النعناع، غير النعناع بوحدو راه كافي بزاف ديال الحوايج. ناخذوا جوج مرات حتى ثلاثه في اليوم، كويسات صغار راه ما غادي يديروا لكم حتى شي حاجه. الناس اللي عندهم مشاكل مع النعناع ما كيشربوش، عندهم حساسيه ولا عندهم كيستعملوا شي حاجه ما كتوافقش مع النعناع، هاد الناس هادو راه طبعا ما يشربوش ما ياخذوش.
راه كاين فليو، كاينه تيميجا، كاين الزعتر، كاين شحال من حاجه، كاين البابونج، كاين حبه حلاوه، كاين النافع، كاع هادو حتى هما زوينين، كلشي زوين، عندهم نفس الخصائص وكيختلفوا، فتيفتحوا الشهيه وكيهدئوا الاعصاب يعني الناس الاضطرابات ديال القولون العصبي ما كتبقاش عندهم كثيره، الالم ديال الراس، الاكتئاب، كاع هادشي زوين ليه، كاع تيهدئ الاعصاب وتيقوي الذاكره، هادشي كامل النعناع فليو، غير خاصنا يعني اسمحوا لي الا كنت طولت عليكم، غير خاصنا ما نكثروش من حاجه، مثلا ناخذوا بعض من اوراق النعناع، كما قلت لكم هذه الزهره حتى هي راه زوينه، ولكن خصكم تغسلوها جيدا، تغسل مزيان وتساس تساس بحالكم، ماشي الا كان فيها شي تراب ولا شي حشره ولا شي حاجه طايح، والماء طايب، الماء طايب، الماء طايب، استعملوه كيف ما كتشاهدوا، حتى هذا النعناع ديالنا راه زعما ما تخافوش منه، النعناع الا كنتو حيدتوه من الحديقة ديالكم أولا عرفتوا منين كيجي، يعني لا داعي للخوف، الزهرة ديالو حتى هي كاين اللي مكيستعملهاش، علاش؟ لأن تتكون فيها تيكونو فيها الحشرات وتيكون فيها الأتربة، ولكن حتى هي راه زوينة بزاف، تتعطي هي اللي فيها ديك الريحة مجهدة، فاش تكون السبولة فسميتو يعني راه كبر سميتو، هاد الوقيتة هادي كتكون السبولة في النعناع. انا صايبت الكاس منه، ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، ها هو صايبت كاس منه، ولكن غنوريكم كيفاش تصايبوا حتى نتوما واحد الكويس تاع الشاي، تبعوا معايا اخواتي. ناخذوا بعض من اوراق النعناع، ماشي واللي عندها كيف ما قلت لكم العسل يمكن ليها تضيفوا، انا كنشربوا هكاك يعني زوين هكاك بلا بدون اضافات. ناخذوا هذا مثلا هذا القياس هذا وديروا كاس، فاتح الشهيه يعني بزاف ديال البنات بزاف تاع الاخوات عندهم مشكل ديال فقدان الشهيه، راه ديروه راه شي حاجه زوينه بزاف، غادي يعني تبعوه كانت الانتفاخه تاع البطن حتى هي كيتحيد ما كتبقاش، ودوك الغازات وبالنسبه للاضطرابات دوك الالم اللي كيكونوا مع القولون العصبي راه ما كتبقاش، كتخف مع استعمالكم الشاي هذا، هو الشاي ديالي تخليه يتغطي بطبيعه الحال، تغطيه وديري عليه واحد التبصيل وتغطيه واحد المده حتى تولي عدافي، يعني الا كان ضاربك البرد يلاه بهذيك الرواح راه زوين بزاف، الا كان عندك العياء والارهاق راه زوين ليه، كاع من هذا الشيء كامل بلا هاد المعلومات اخواتي اخواني غادي تدخلوا تقلبوا على فوائد النعناع، راه غادي يخرجوا لكم العديد من المعلومات من يعني مصادر مختصه، بزاف ديال المعلومات على اوراق الشاي ولا عفوا على اوراق النعناع، اوراق النعناع راه غادي تخرج لكم فوائد بزاف، بلا ما نطول عليكم هكا كيكون عندنا كيف ما كتشاهدوا هنا بالصحه والراحه، نقدر نشربوا في اي وقت يعني بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء، المهم ثلاثه المرات كويس بحال هذا، راه ما خلى ما زعما ما غاديش ما يدير لكم حتى شي حاجه، النعناع بوحدو ما غادي لكم حتى شي حاجه، كيف ما قلت لكم الناس اللي ما كيوالمهمش النعناع ما ياخذوش، بزاف تاع الناس يقولك راه النعناع فيه مبيدات فيه هادي فيه هادي، فعلا كاينين، ولكن بالنسبه لينا حنايا كنستعملوا هادشي عندنا بيو في الحدائق ديالنا. نتمنى اخواتي اخواني تكون الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى تعملوا واحد البحث على النعناع، وغادي ناخذكم للحديقه ديال النعناع ونوريكم كيفاش كينوض، ونديروا واحد الكاس ديال الشاي في خارج البيت، ومرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكمه، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.